نايت ويكند هي فعالية يعني فكرنا أنه نقيمها على أساس أنه عندنا برنامج التاجر الصغير للوعي المالي، وليهدف إلى نشر الثقافة المالية عند الصغار من 5 سنوات إلى 18 سنة. ونظرا لأنه التاجر كبر وصار عدد المقبلين عليه أعداد مهولة، ف أصبحت المولات أو المراكز التجارية غير كافية لاحتواء التاجر الصغير، ففكرنا في أنه يكون عنده سوق خاص فيه. فاعتقدنا أنه التاجر الآن أعتقد أنه صار كبر وصار لازم يكون له سوق خاص فيه. ويك إند هو سوق راح يقام أسبوعيا كل يوم جمعة وسبت إن شاء الله، بدءا راح يكون تقريبا كل أسبوعين، وبعد مع بداية العام الدراسي راح يكون إن شاء الله كل أسبوع. احنا مشاركين في فعالية ويكند، عندنا 4 مواقع، عندنا مسرح زمردة، عندنا أركان الأطفال، عندنا ألعاب التحدي، عندنا جلسات الكيرم. فعاليات المسرح هي اللي تسحب الأطفال، كمان الأركان، أي شيء يخص الأطفال في الفعاليات هي اللي تجذب العائلة بشكل عام. والله ما شاء الله المنظمين هذا شيء يشكرون عليه، ما شاء الله في كل زاوية إيفنت معين، في التاجر الصغير، في إيفنت خاص بالفوترك، في هناك تجمعات شباب، ألعاب كيرم، سوني. التاجر الصغير صراحة فكرة جبارة وعجبتني، أنا وأنا صغير كنت نفس الشيء أشتغل مع الوالد، فيوم شفت الصغار يشتغلون صراحة انبسطت، وهذا الشيء يفيدهم مستقبلا أنه يبدون بزنس خاص فيه. عود وطور ومسابح، لأن الرسول وصى فيها قال حتى لو كان ثلث من مالك، يعني أهم شيء يعني إنك تشتري، عشان إنه دين الإسلام دين نظافة. استفدت من التجربة إني لازم أدخل نص مالي، لازم أدخل نص مالي عشان لو كان يعني في وقت الحاجة أو شيء. مثال إيش تقدم هنا؟ ألعاب. ليش اخترت الألعاب طيب؟ عشان طبعا لو أحد بيجيب أولادهم، فطبعا الأولاد بيشتروا الألعاب، عشان كذا اخترت الألعاب. صراحة استمتعت فيها وحلوة، تعرفت على ناس كثار وتعلمت كيف أصير تاجر لما أكبر. عبد الرحمن إيش تقدم هنا؟ روبوتات ذكية، ويعني في هذه طيارة تشتغل على الطاقة الشمسية. نقدم هدايا ونقدم ألعاب. والله هي فكرة حلوة وتخلي الطفل يثق بنفسه. مفيدة، يخلي التاجر يعرف كيف يحسب، كيف يخلي الناس يشترون منه، وأصلا يعني لو شرى أجر يعني حلو. أقدم صورات عشان العيد جاي، ولازم نلبس على الفساتين الحلوة. استفدت أني أكون واثقة من نفسي، وأن يعني أجمع فلوس وأكون واثقة من نفسي قدام الناس، ولازم أكون أطالع لهم بالعين. اكسسوارات منوعة وكماليات احتياجات حلوة مرة، وتعلمت أشياء كثيرة منها، منها قوانين الزبون وكيف أصير تاجرة إن شاء الله بالمستقبل. أول شيء يعني هنا عندي أشياء مجذبة للانتباه، وألعاب يعني حلوة يحبونها الأطفال. أول شيء يعني عشان أغير جو وأنبسط وأتعلم منه أشياء، الأسلوب، يعني أشياء ما سويتها أنا، يعني أشياء زي كذا. أبيع أكسسوارات وأكواب وأطواق وأشياء للبنات. ليش اخترتي أشياء للبنات خصيصا؟ لأن البنات أكثر شيء يستخدمون هذه الأشياء، كيف أني أصير تاجرة في المستقبل. ايش اكثر شيء حبيته هنا؟ التاجر الصغير، التاجر الصغير، التاجر الصغير. حبيت التجاره. اكثر شيء الالعاب هنا والاركان. اكثر شيء حبيته انه الاطفال يلعبون واستراد الاطفال. كل شيء هنا حلو. المسرح. التاجر الصغير لان الناس يستفادون منه والصغار. انا بس التلوين، انا بس التلوين. ايش حبيتي بفكره التاجر الصغير بهذه الفعاليه؟ حلو انه حتى الطفل انه يبيع هذا، عشان اذا كبر يكون شيء هوايه له، واذا كبر يصير يعني
تاجر زي كذا. الواحد يصير تاجر صغير وإذا كبر إن شاء الله يعني يصير تاجر. الواحد إذا كان عنده أمنية لازم يسويها من هو صغير ويستفيدون الأطفال أكثر. اللي عنده شغف ويعني كذا يعني يبي طلعه عشان إذا كبر يصير يعني تاجر كذا. فكرة حلوة كمبدأ عام، تساعد الطفل أنه هو يصير أقوى، تعامله مع المال يصير أفضل، فكرة جميلة. إيش رأيك بال؟ مرة انبسطنا في أشياء تعليمية وفكرة جديدة. إنه الأطفال أعمارهم صغيرة، يعني توقعت أنا أشوف أكبر من كده، أطفال فعلا صغار وأخذوا فرصة أنهم يوقفوا ويتعاملوا بشكل مباشر مع عميل وأموال. شكرا للأمهات كمان اللي مرة بذلوا مجهود واضح.